سنة طيبين، رمضان كريم. ومع بداية رمضان بيبتدي المسلسلات والتلفزيون، وبتبتدي الحلويات والقطايف وبرامج المقالب. برامج المقالب طبعا علامة في رمضان ودايما بنتابعها في رمضان. برامج المقالب غيرت سلوكياتنا، غيرت حاجات كتيرة فينا احنا، حتى احنا كفنانين بقينا حاجات كتيرة اتغيرت. لما يجي نروح برنامج بقى وارد جدا ان احنا نلاقي في مقلب في البرنامج، فبقى الواحد يروح حاطط ايده على قلبه. في حد جاي كده هعمل لكم، عموما هعمل لكم يعني البرامج دي بقت مرعبه جدا ومتغير في سلوكياتنا. بقينا مثلا زمان لما كنا نشوف واحد بيعكس واحده فننزل جري من العربيه، ايه يا عم انت وبتاع، وقلنا اديله درس وبتاع وخناقه. النهارده لو واحد بيعكس واحده انت بتنزل مبتسم وتقف جنبه، ايه بس حضرتك؟ طب احنا بس عندك فين الكاميرا؟ هو بيدور عايز يطلع في التلفزيون باي طريقه، مش مهتم بالخناق. لو في مطار حريقه، لو في بتاع، ما يبلغش المطافي، بينزل يبص. اولادنا اشخاص سلبيين جدا. يعني لو لقيت مثلا فلوس على الارض اوعى تمد ايدك، حذاري انت بالذات انا عارفك، اوعى تمد ايدك على الارض، لان انت ممكن تلاقي حبل بيشدها. حد يطلع يقول لك مساء الخير حضرتك، كنت محتاج ال 100 جنيه دي، الحاجات اللي احنا عارفين. يعني لسه من كام يوم كنت بصور في حته وداخل اصور في على باب البنك اللي بصور فيه، ولقينا 100 جنيه على الارض واربعه واقفين حواليها. وفجاه كلهم بقى عايزين يربطوا الجزمه. وفجاه كله بعد اربع ايام رايح تاني نفس المكان لقيتهم واقفين نفس الوقفه. يعني يصبرهم البرنامج. انا نفسي حصل معايا موقف من كام يوم، كنت ماشي في الشارع وشارع زحمه جدا وعربيات سريعه، ففي ست كبيره واقفه عايزه تعدي الشارع، واقفه يا عيني بتجاهد، يعني العربيه جايه كده وهي تبص كده للامان برضه، ما انت ممكن تطلع لك من هنا قاعده ما انتش ضامن. فانا رحت واقف وعملت فلاش، قلت لها اتفضلي. قعدت بصت لي، قالت لي اتفضلي يعني، فتح الشباك وجيت جنبها قلت لها ايه يا حاجه ما تعدي، قالت لي ايه عايز نعدي عشان تخبطني بالعربيه وتقول لي الكاميرا الخفيه مستنياني. شغال ولا ايه؟ اعزائنا المشاهدين، من داخل احد الاحياء الشعبيه بنلتقي مع الناس البسطاء، الناس الغلابه بنحاول نلتقي معاهم ونحقق احلامهم. النهارده تحت فقره تحيل امنيات نلتقي مع كل الناس اللي هم ازيك بيعمل ايه؟ حضرتك يعني ازيك بيعمل ايه؟ نلتقي مع الناس النهارده، بعت لنا مشاكل. ازيك عامل ايه؟ ازيك يا استاذ هشام، ازيك حضرتك؟ اسمك ايه؟ اسمي محمد. ازيك يا محمد عامل ايه؟ ازيك حضرتك يا استاذ هشام؟ انا مش مصدقه تصدق اسمك تصدق نفسك؟ لا لا لا، اسمي نشوى. ازيك يا نشوى؟ عامل ايه يا نشوى؟ الحمد لله. خطبتوا؟ ايوه خطبت. وانت خطيبه ولا ايه؟ انا خطيبه. مخطوبين بقى؟ اه خطيبه. مخطوبين ايه؟ انا كنت حضرتك يا شيخ منور. بس عايزين شقه بس يا جماعه يتجوزوا. طب الشركه المعلنه واقفه جنبهم وبتديهم عقد شقه 175 متر. العمر حتى نضحي بيه ونغني للفجر. ألف مبروك على الشعب محمد. المشكلة اللي خدناها، إيه المشكلة يا حمد الله، بدأت إزاي؟ أنا مشكلتي بدأت في الحمام. بدأت في الحمام، مين دعوة الإنسان طبعا يستحمى يا جماعة، الإنسان لازم يستحمى. هل استحميت يا حمد الله؟ دخلت استحميت حضرتك، جاي بشغل السخان، بدوس إيدي لقيت السخان بايظ. اضطريت ان انا استحمى بميه ساقعه في عز البرد ونزلت الشارع. انا بقول دعوه الانسان ينشف كويس بعد ما يستحمى، انما طبعا الحمد لله نزل فجاه. نزلت الشارع حضرتك عيت وخدت نزله معويه. خدت نزله معويه؟ ورحت المستشفى عملت عمليه. عملت عمليه ايه يا حمد الله؟ عمليه النزله المعويه، ودي كانت الحاله الاولى حضرتك. عمليه نزله معويه يا جماعه عمليه خطيره جدا طبعا الحمد لله عملها. وبعد العمليه الحمد لله ايه اللي حصل؟ حضرتك انا قعدت سبع سنين في الغيبوبه. سبع سنين ليه كده؟ بلجوني غلط حضرتك. ما عايزين نقول دعوه للناس انها تستريح شويه تاخد هدنه مع نفسها، لكن مش سبع سنين تقعد في غيبوبه كتير قوي. فوت حضرتك من الغيبوبه وقلت لازم ازور اهلي زي ما كانوا بيزوروني. طبعا يا جماعه دعوه لصله الرحم، لازم الناس تزور قرايبها وتزور الاب والام. رحت حضرتك المنطقه عندنا ورحت الشارع بتاعنا، ببص على البيت لقيت البيت وقع. لا حول ولا قوه الا بالله. انا قلت انا لسه في الغيبوبه اكيد. بسال على ابويا وامي فين، قالوا لي ابوك وامك البقاء لله. لا اله الا الله. يا جماعه يا جماعه دي حاجه ما بتحصلش ابدا لبني ادم، ابوه وامه راحوا يا جماعه ماتوا، مش ممكن. نقول دعوه الانسان يحافظ على ابوه وامه، طبعا دي حاجه موجوده طبعا. رحت حضرتك المقابر بقرا لهم الفاتحه، طلعوا عليا ناس صيع بمطاوي وسكاكين، وادي في وشي ادي في وشي. كان في اعداء لابوك وامك، ناس من لا 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 خالص، هي ناس هويتهم كده بيقطعوا في وش الناس لما بيشوفوها. يا جماعه دعوه الناس ان ننفض البلطجه، في هوايات ظريفه جامعه الطوابع، انا مش بلطجه والكلام
الكلام ده؟ بس ابوك قطع وش، ناس قطع وش خالص بوظوني. بس انا شايف وشك ما شاء الله يا حمد الله ما شاء الله. حضرتك انا رحت الدكتور تجميل حضرتك وقال لي يا ابني وشك كده مش هينفع لازم نعمل لك عمليه يعني. فقلت له طب اتفضل. كان هو بيتفرج على فيلم فيس اوف. ايوه طبعا عجبته الفكره قوي. يا جميل بتاع نيكولاس كيدج ده، ونيكولاس كيدج جون ترافولتا، السينما الرومانسيه والعالميه. فعجبته الفكره قال لي احنا هنشيل وشك خالص ونحط وش واحد تاني. يا نهار ابيض يا جماعه، بنقول دعوه الانسان ما يكونش بوشين، بس دي ظروف استثنائيه طبعا. ركبت وش تاني يا حمد الله؟ ركبت وش تاني حضرتك. بص كده حضرتك، انا خلصت العمليه ونازل لقيت اتنين مقبلين قبضوا عليا وقالوا لي اتفضل معانا. ما فهمتش فيه ايه. قالوا لي اتضح بقى ان الوش اللي ركبوني طلع وش واحد مجرم عليه 25 تايم. الراجل يا جماعه، الدكتور ركب له وش اجرام. ده طبعا الموضوع يعني حرام عليه كده. وش اجرام، انت وش الاجرام اللي ركبوه لك؟ وعقبال ما اثبت ان انا مش انا، كان فات نص المده. حضرتك 12 سنه 12 سنه قاعد في القسم حضرتك. اثبت ازاي انك مش انت؟ اثبت لهم بقى، وريتهم البطاقه على طول. وريتهم. طب ما كان من الاول حضرتك يعمل كده ولا ايه؟ مش كده برضه؟ بس هات البطاقه، كانت في الدرج ومقفول عليه، والمفتاح كان مع اختي، واختي بتنام يعني نومها تقيل، فانا ما رضيتش ازعجها. بنقول دعوه الانسان يعني عدم الكسل، بنقول الانسان يبقى نشيط. اخته ساسه كانت سابت في سجن 12 سنه، سجن جاهز يا عم. ازيك يا رب العالمين؟ دلوقتي يا حمد الله انت لو اي حاجه، عبد الله. ازيك عبد الله؟ لا حمد الله. بنقول دعوه الاسماء السهله برضه يا جماعه، سهله على نفسينا. حاجه تطلبها احنا تحت امرك. انا ليه طلب صغير، واعتقد انه مش كتير عليا يعني طبعا. يعني انا تعبت واتمرمطت جامد طبعا. انا نفسي في سخان. ايه؟ سخان بالموضوع ان ممكن تقول حاجه اكبر من كده. لو تابعت قصتي حضرتك تعرف ان قصتي بدات لما السخان كان بايظ. راجل متواضع جدا، عايز سخان، الشركه المعلنه بتديله شيك يصرفه يجيب سخان 80 لتر يستحمى بعد ما هو عايز. انا ليه طلب تاني عند حضرتك ونفسي اتحقق. عمر عمر حمد الله، بص كده عمر انت عايز. نفسي اسلم على حضرتك وابوسك، بس بوش الحقيقي مش بوش المجرم. لا بص من وش الواد عايز. لا بس ثانيه. اتفضل اسمك ايه؟ طيب ابراهيم. فيك ابراهيم عامل ايه؟ اسمك يا جميل. معاك حد هنا؟ بنتي. مريم. ازيك يا مريم؟ عامل ايه؟ مش تقولي بابا معانا ولا ايه يا مريم؟ مريم مش بنتي. مش بنتي. مين معاك؟ مين؟ اسمك ايه؟ بنتي. نجلاء. نجلاء. نجلاء؟ نجلاء. ازيك يا ابو نجلاء؟ الله يخليك. ازيك يا نجلاء؟ عامله ايه؟ لذيذة أوي نجلاء. عايز تجيب النجلاء بقى. أقول لك بص كده والله يا فندم، الحمد لله أنا عايش في نعمة، مفيش مشاكل يعني. بس هو طلب واحد، بنتي دي فاتحة قطر الجواز، وأمها نفسيتها تعبانة جدا والله العظيم، بيغمى عليها كل شوية، ودكاترة نفسيين وحاجات كتير. فأنا بتمنى من حضرتك بس يعني لو أقدر أطلع عمرة. عايز تطلع عمرة؟ أطلع عمرة بس كده. الله يبارك لك. عايز تطلع عمرة؟ أطلع عمرة أنا وأمها. عايز تسافر السعودية بقى؟ ادعي لنا تسافر السعودية. السعودية عمرة. السعوديه. عمرة هناك بقى. ادعي لي معاك. هتاخد معاك نجلاء؟ اخد معايا نجلاء. ادعي لنا بقى. حط امرك. هات معانا الشركه المعلنه يا جماعه، بتقدم له عمره اربع افراد، ابو نجلاء ونجلاء وام نجلاء ومريم. خد مريم معاك. شامله السفر والاقامه وشامله لبس الاحرام وملابس. يا ابو نجلاء. يا نجلاء بالراحه على راسك يا نجلاء يا بنت، ما تزعليش. ده كان ناوي يطلع عمره يعني مكتوبه له. عارفه ما تزعليش ليه يا نجلاء؟ عشان انت طلعتي معانا في برنامج الكاميرا الخفيه.